أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من حق الولد على والده أن يحججه ويزوجه؟ مسألة التحجيج هذا لا يجب على الوالد أن يحججه إلا إذا أراد أن يحسن إليه، وإلا الولد ما عليه حج حتى يجد النفقة هو بنفسه، حتى يحصل على الزاد على الزاد والراحلة بنفسه، فإن لم يحصل عليها فلا حج عليه، ولا يلزم الوالد أنه يحجه إلا من باب المعروف والإحسان. وأما التزويج وأما النفقة وأما التسكين والكسوة هذه تجب للولد إلى أن يستغني، إلى أن يستغني بالكسب ويجد ما ينفق به على نفسه، وإلا فنفقته على والده، قوله تعالى: وعلى الوالد، وعلى لقوله سبحانه: وعلى المولود، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يعني المرضعات، كسوتهن بالمعروف. إذا كانت أجرة المرضعة على الوالد لأنها ترضعه، فدل على أن النفقة على الوالد، النفقة على الوالد لولده إلى أن يستغني. وأما الحج فليس هو من النفقة، وإنما هو أمر يتعلق بالشخص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا استطاع الإبن أن يحج من ماله هو وجب عليه ذلك. نعم.